ست آلة اللي تحدثت به بأنه تأثير الأحزاب، وهل تأثير الكوتا أكثر أثر على دور المرأة البرلمانية برأيك؟ أستاذي العزيز، أولاً قانون نظام قانون الانتخابات بالسابق كان من حق رئيس الكتلة أنه ينطي أصوات للي الشخص اللي يشوفه مناسب. للأسف اختيار البرلمانيات بالسابق من قبل الكتل كان يتم اختيار الشخصية المقوية. ليش؟ حتى الموالية تكون الموالية وليس مو نعم قوية. الموالية اللي تسمع وتطيع، مو المقوية. مو نعم والمقوية المقوية هي اللي تسمع وتطيع، يعني نفس الشيء. فللأسف ما كان لهم دور. ليش؟ لأنه كانوا البرلمانيين عبارة عن لعب شطرنج، يحركهم رؤساء الكتل مالتهم. زين، فأي قرار أي شيء ممكن أنه يعارض رئيس الكتلة للبرلماني ولا البرلمانية تقدر يعني يقررون أو يصوتون عليه. راح يكون موجود في هذا الدورة؟ هذه الدورة لا تختلف، لأنه نظام الانتخابات الجديد راح ينطي صعد النائب حسب الأصوات. يعني ما راح يكون صاحب الكتلة فضل عليه، ما عدا أنه مثلا النواب اللي دعمتهم. هذا نتكلم عن المستقلين، أنه المستقل اللي صعد حاليا ما راح يكون ما راح يتحمل ضغوطات رئيس الكتلة أو يحركه مثل الشطرنج مثل ما تحدثتي. هذا يأخذنا لإجابة أخذها كذلك من الأستاذ حمزة مصطفى. المرأة تفرق هذه المرة، راح تكون مسيطرة أقوى، قرارها أقوى، تشريحها أقوى. لا ما أتوقع، لأن شنو اللي حصل من البارحة واليوم حتى مثلا المرأة الآن اللي راح تدخل قول صعدت كل صعدت بأصواتها، ما صعدت التسكية. نعم، طبعا هذه نقطة مهمة بالفعل. هذه مفارقة عندنا الآن أصبحت جديدة، وهي أنه بعض السيدات تجاوزن الكوتا، وهذا مؤشر جيد. وهذا دليل على وعي مجتمعي. هسه ما أعرف أن ينتخبن النساء أو رجال، ولكن بالنتيجة تم تجاوز الكوتا، وهذا طبعا مدعاة لأن نراقب المشهد القادم. إذا كانت هذه النساء اللواتي صعدنا بأصواتهن، راح يترتب على هذا الموضوع حراك آخر غير الإطاعة والسمع والطاعة لزعيم الكتلة أو شيخ العشيرة أو الحزب أو كذا. وهذا هو الميدان. يعني صحيح انه مو هوايه اللي صعدن، لكن بالنتيجه ممكن اذا شكل على الاقل تصور. هسه ما اقول كتله او حزب، لان القضيه مو قضيه مراه ضد رجل، وانما توجهات. اذا كانوا الرجال يعيقون بعض القوانين الخاصه على اساس جندري، يعني انه لازم هم يقفون كرجال ضد المراه، هذه هنا النساء اللي صعدن خارج الكوتا، او بعض النساء الاخريات ايضا اللي هن متحمدنيات مثقفات، ولكن صعدن ضمن إيه بس حزاب تحت لواء رئيس كتله صعدن. وليكن هسه رئيس الكتله يجوز، يعني شنو الفرق؟ الكتله هم متمدن، مو كل رؤساء الكتل منغلقين. وهم لازم ناخذ هذا بنظر الاعتبار. اذا وصلنا الى هيك يعني مقاربه جديده على صعيد المزج بين النساء اللواتي يبحثن عن مستقبل أفضل للمرأة في إطار عدم الإنصاف المجتمعي. ليش مثل عندنا 22 وزير بس 3 وزيرات، لبنان 6 وزيرات، تونس صارت امرأة سيدة صارت رئيس وزراء. نشوف وزيراتنا بالحكومة القادمة إن شاء الله. رح لهذا الفاصل الأستاذ حمزة مصطفى، ونواصل المرأة وحقوقها راح يسيطر بهذا البرلمان.